مرحبا مس. مرحبا بك يا عايش. بس نسال عليك الخير عايش بنتي. أتمنى روح. جيلاني العكرمي. نحكيو اليوم على موقف الأولياء من قرار نقابتي الأساسي والثانوي حجب الأعداد، شنو رأيك؟ في واقع الأمر مسألة الأعداد هذه هي مسألة لابد من إعادة النظر فيها، لأنه أبنائنا رجعناهم أحسنة سباق، معناها الأولياء يضغطوا على أبنائهم، معناها على المعدلات. من المفروض أنه المدرسة في الابتدائي تكون للتكوين، لتكوين الأطفال وتعليمهم الحساب والقراءة وباقي كلها، تكون أنشطة في المهارات الحياتية. التلميذ يلزمه يتعلم جملة من المهارات الحياتية لتخوله العيش مع المجموعة، المبادرة، الإبداع، الخلق. نحن حاصرينهم في جملة من المواد اللي كأني قدر مسلط يلزمهم يحذروها ويأخذوا فيها أعداد. يلزم تغيير نظرتنا للتقييم. التقييم بالشكل الموجود توا في المؤسسات التربوية واللي موجود في أذهان الأولياء أيضا، وخاصة في أذهان الأولياء، هو أمر يتعب التلميذ أكثر من اللي يساعده على تلقي المعرفة وعلى اكتساب المعرفة وعلى التقدم والدراسة وكذا. نحن أولادنا شنو يطالبين منهم يا أخي؟ يلزمهم ينجم يكون التقييم في آخر المرحلة الابتدائية، في آخر المرحلة الابتدائية. وثم أنواع من التقييم. نحن شنية الطاغي في منظومتنا التربوية؟ التقييم الجزائي. التقييم الجزائي شنية معناها؟ معناها التلميذ مش يتحصل على أعداد، إما ينجح ولا يرسب. ثم التقييم التعديلي، ثم التقييم التكويني. نحن نقيمه، يلزمنا نلقوا طرق تقييم التلامذة باش نكونوهم، طرق باش نعدلوا لهم في المكاسب متاعهم. هذايا الكل يدخل في منظومة التقييم. نحن كيف قلت لك طريقة نظرتنا للتقييم كوالي كمنظومة تربوية فيها أخطاء كبيرة يلزم مراجعتها من جديد. يعني إلغاء الامتحانات؟ مش إلغاء الامتحانات، يصبح التقييم مش تقييم جزائي، مش تقييم في الابتدائي في مع التلامذة الصغار، مش تقييم جزائي باش يعدي امتحان باش ينجح. ينجموا يتعدوا المراحل، نعملوا لهم تقييم تكويني، تقييم الى جانب التقييم التكويني، ثم عملية تقييم ذاتي. زاد نجموا نعلموا التلامذة كيفاش يقيموا انفسهم، كيفاش التلميذ يقيم نفسه في المواد اللي يدرس فيها، في الرياضيات، في الحساب. وثم تقييم تعديلي، التلامذة نعطوهم امتحانات للتقييم التعديلي، نشوفوا الصعوبات اللي تعرضوا لها وبعد نعدلوا معارفهم، فهمتني؟ ويصبح التقييم الجزائي اللي هو من خلاله مش ينجح التلميذ في باليه معينة، مثلا في السنة السادسة، لأنه أصبح التقييم أصبح سيف مسلط على رقبة التلميذ. الأولياء يحبوا أولادهم يتقيموا، والأساتذة يحبوا يقيموا التلامذة تقييم جزائي، وهذا خطأ، وهذا يضر بأبنائنا ويضر بالأجيال. والتلميذ يكره القراية أصلا، يكره حاجة اسمها قراية. علاش؟ على خاطر مربوط بعدد، يقرأ على عدد. ومن المفروض أنه التلميذ يقرأ باش يتعلم المادة ذيك، باش يعرف يحسب، باش يعرف يقرأ، باش يعرف يفكر. وكيف يغلط نحن نصلحوا الخطأ متاعه. التلميذ يتعلم بالخطأ، فهمتني؟ من خلال أخطائه نعلموه، ويكون كما قلت التقييم الجزائي في مرحلة متقدمة في السيزيه، نعملوا لهم امتحان باش يتعدل المرحلة الإعدادية. ما عدا ذلك كيف قلت لك، كيف كنت نحكي لك، ثم أنواع مختلفة من التقييم اللي ما تدخلش في التقييم الجزائي. والأولياء مساهمين بدور كبير أن أولادنا عاملينهم أحسن سباق، كأنهم يجروا في كورس شكون يوصل الأول. ليه؟ مش هذا. والمقارنات وكذا، هذا الكل يضر
بشخصية الطفل، يضر ضرر خطير وضرر كبير بشخصية الطفل. الطفل اللي يتحصل على أعداد خايبة مش يتأثر نفسانيا، مش يكره القراية، مش ما عادش تولي عنده دافعية للدراسة. على هذاك نلقوا كيف تلاحظ الانحرافات والهدر المدرسي والتسرب المدرسي، نحكوا على 100,000 أو ما يفوق من تلامذة يتسربوا من المؤسسات التربوية ويخرجوا للشارع، ويخرجوا للشارع يلزمنا نتسألوا فينهم هذوك، فين مشوا، شو عملوا، فهمتني؟ هذا يا عامة، وبارك الله فيك. انت قلت الاولياء ولاو معناها يشوف يخليوا ولادهم كانهم احسن السباق. اي معناها كيفاش التلميذ ما يجيبش معدل باهي الولي نتاعو يعاقبه ولا يحبه هو ديما الاول؟ شوف، ما يلزمش نعلم ولادنا، ما يلزمش نعلم ولادنا انهم في سباق، انهم في جري، انهم كذا. ولدي انا كيف ما كيف ياخذ عدد خايب نقيم شنو هي الاسباب اللي خلاته ياخذ العدد هذاك. يا اخي توا نحن كيف نقيم اولادنا نعرفوا شنو هي الاسباب اللي خلاته ياخذ العدد هذاك الخايب. ربما على خاطر انا في المنزل ما خليتوش يحضر كما يجب ويجي هو ليلة الامتحان يحضر ليلة الامتحان. ربما هو ما عندوش انتباه في القسم، مش منتبه للمربي للمعلم نتاعو. ربما زاد ثم أسباب أخرى، ربما لأنه هو في علاقته بالأستاذ علاقة غير سليمة ولذا يكره الأستاذ ذاك. ثم شكون يكره أستاذ ولا معلم، وثم شكون يحب، وإذا حب الأستاذ ولا المعلم يحب المادة، والعكس بالعكس. معناها ثم جملة من العوامل تتدخل، يلزمنا نلوجوا على الأسباب، نحكم على المعلمين، نحكم أما ما يلزمناش نعاقبوه. ومش جريمة أنه تلميذ ما تحصلش على معدل باهي، يلزمنا نلقوا شنية الأسباب اللي خلاته يتحصل على المعدل ذاك، ونحاولوا ندفعوا به، ونحاولوا نخلقوا دافعية للدراسة. الدافعية للدراسة راو علموا أطفالكم وهم يلعبون، وهم يلعبون راو مشوا. نحن الأنظمة التعليمية تقوم على جملة من الضوابط الصارمة واللي هي مشي ما تساعدش على التعلم، ويلزم المنظومة التربوية تطور نفسها، تعيد النظر. توا كيف تحكي لي أنت على المعلومات، مثلا المدرسة ما يتعلم نورمال مول، المدرسة تراجع دورها وتقوم بالتربية وتعلم الأطفال كيف يتعلمون. تعلم الأطفال كيفاش يتعلموا على خاطر المعارف. توا مطيشة بارتو، حل جوجل تو تعرف المعارف اللي حاجتك بها الكل. يلزمك تعلم الطفل كيفاش يتعلم وفين يتعلم ومنين يتعلم. ثم حاجة أخرى، أنه سلطة المعلم اللي كان يمتلكها ومسيطر بها هي السلطة المعرفية، يمتلك المعرفة، تو ما عادش يمتلك المعرفة. يلزم يبحث على طرق أخرى لجذب التلميذ، لجذب انتباه التلميذ، لجلب تركيز التلميذ. هذا الكل عمل يتطلب عمل ويتطلب إصلاح المنظومة التربوية برمتها.